وضعت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد خطة لمتابعة ورصد حركة الأسواق خلال موسم شهر رمضان المبارك، والذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على السلع الأساسية والاستهلاكية طوال الشهر. ومن المقرر أن تجوب قوافل تابعة لمعارض أهلا رمضان أحياء بورسعيد وقراها محملة بالسلع الغذائية واللحوم بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح بين 15 إلى 20%. معانا 15 هايبر وماركت من كبرى السلاسل التجارية بمحافظة بورسعيد. ده كمان حضرتك بالإضافة كمان لمعرضين، معرض الأول في مدينة بير فؤاد على مساحة 600 متر مربع، كمان بالإضافة إلى معرض الآخر في أمام مستشفى النصر بمدينة بورسعيد. كمان يمكن حضرتك من استعدادات أيضا محافظة بورسعيد، يمكن عندنا قوافل متنقلة بمحافظة بورسعيد السنة دي 6 سيارات محملة بمواد غذائية من زي السكر والزيت والرز والمكرونه والشاي والصلصه، ايضا بالاضافه كمان لطبعا اسطوانات الغاز الطبيعي دي. وفرنا ما يقرب من حوالي 9000 اسطوانه طبعا في لزياده الطلب في شهر رمضان المعظم. احنا بالنسبه للرقابه التموينيه هنا في بورسعيد عاملين غرفه عمليات لمده 24 ساعه بنراقب فيها الاسواق، وبنتواصل مع قسم بحث تموين، وبنتواصل ايضا مع مكتب الاغذيه لعدم دخول أي سلعة مجهولة المصدر أو غير صالحة لبورسعيد بمناسبة الأعياد أو بمناسبة الموسم بتاع رمضان إن شاء الله. الرقابة التموينية في بورسعيد طبعا متواجدة على مدار السنة كلها، ولكن في شهر رمضان بيبقى فيه تكثيف للحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية كلها زي مباحث التموين والطب البيطري ومكتب أغذية المدينة، بحيث إن احنا بنبقى متواجدين في الشارع لفترات كبيرة جدا لمنع دخول أي سلعة، سواء السلع دي بايظه او مصدرها مش موجود، طبعا ده حفاظا على المواطن وحفاظا على صحته يعني اساسا.